هل يجوز ربط الرداء والإزار بدبوس كبير؟ لا، ليس ضروريا، ليس ضروريا ولا يشترط. الأخ يضع الرداء على كتفيه هكذا بدون دبوس وبدون كبسين ولا شيء من هذا، إذ لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر يعني شاقا أو عسيرا لبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأباح لنا ذلك. فالأمر ليس يعني عسيرا، بفضل الله تبارك وتعالى الأخ يغطي جسده كله بالرداء من أعلى، ولا يحتاج إلى أن يضع الدبابيس المعروفة في الرداء. أما الإزار فلا حرج عليه أن يربط الإزار بهذا الحزام المعروف أو بأي صورة من صور الربط، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى في ذلك، حتى يضمن أن يستر بإذن الله تبارك وتعالى.